مرحبا فتفوتك، كيفك؟ أنا اسمي جورج من فلسطين، وإحنا بالرحلة بالشمال مرينا من منطقة اسمها مرج بن عامر، وهي أكبر وأخصب السهول الزراعية في فلسطين، والدليل السياحي حكى لنا إنها مذكورة بالكتاب المقدس، وباقي زمان اسمها يزرعيل. وبدي أسألك فتفوته سؤال، شو القصة صارت بهذيك المنطقة؟ شوف هالفيديو الحلو صورت لك اياه من هذيك المنطقة. أهلا، طبعا أنا اللي بقدر أحكي عن جدعون وعن سهل يزرعيل. خلينا نروح عند الخريطة. معنى كلمة يزرعيل الله يزرع. هذا السهل مهم جدا قديما، لأنه كان طريق رئيسي لعبور القوافل التجارية التي كانت تتحرك عبره شمالاً للإمبراطورية الأشورية وكذلك البابلية، وجنوباً للإمبراطورية المصرية. وكل من هذه الإمبراطوريات كانت تحاول أن تسيطر عليه. هنالك الكثير من الأحداث التي ذكرت في الكتاب المقدس وحصلت في هذا الوادي، مثل قصة القاضية دبورة. دبورة كانت قاضية عبرانية ونبية في نفس الوقت. يقول لنا الكتاب المقدس في سفر القضاة إصحاح الرابع أن الشعب العبراني القديم ابتعد عن الله، لذلك عاقبهم الله من خلال إرساله لهم الشعب الكنعاني ليضطهدوا العبرانيين لمدة 20 سنة. عندما تاب ورجع الشعب العبراني إلى الله، أقام الله في وسطهم القاضية دبورة التي استطاعت أن تهزم الجيش الكنعاني في سهل يزرعيل وتحرر العبرانيين من عبودية الكنعانيين. وهذا هو سهل يزرعيل. مرحبا يا أصحاب، فرح وفريد كان عم بيلونوا لي شعري. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحضروا فيديو تاني.